هذه المرثية في المرحوم مالك عيسى سلمان حسن عدرج، مقدمة من عبد الله عبد الرحمن سلمان حسن عدرج وعبد الباري محمد حسن عدرج. بسم الله ابدع بصورة قاف والأنفال، واشل بيض الورق واكتب مآسيها. بسم الله ابدع بصورة قاف والأنفال، واشل بيض الورق واكتب مآسيها. موجعات الزمان تحط لي أقفال، من بعد فرق الخوي مالك ألاقيها. خل الحشر بالنار تجحل، سبب لي أجروح أشتيها وأبكيها. يقول هل من الأوجاع ضاق الحال، على بياض الورق يكتب معانيها. عبد الإله قال ضايق والضجر لازال، أشكي على باري المجهال. فرقان مالك مزايد لمكاويها. يا الله تجعل بياض الخلد له من زال، عند النبي المصطفى يهنى بما فيها. بسم الله ابدع بصورة قاف والأنفال، وشل بيض الورق واكتب معاشيها. موجعات الزمان تحط لي أقفال، من بعد فرق الخوي مالك ألاقيها. فرقه خل الحشا بالنار ذا شعال، سبب لي أجروح أشتيها وأبكيها. يقول هل من الأوجاع ضاق الحال، على بياض الورق يكتب معانيها. عبد الإله قال ضايق والضجر لا زال، أشكي على الله عالم بما فيها. يقولها قال عبد الباري المجهال، فرقان مالك مزايد لمكاويها. يا الله تجعل بياض الخلد له من زال، عند النبي المصطفى يهنى بما فيها.